صراحة متطور جدا، وبعدين سهل استخدامه. أنا رايح على إكسبو، كل 3 دقائق أو 5 دقائق بيجي واحد، بصراحة حديث جدا ومتطور، يعني مختلف عن اللي بنعرفه في لندن. هذا الأبليكيشن اللي ممكن تستخدمه لو جيتوا على دبي، سهيل. المحطة القادمة هي برج مانا، وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر لمترو دبي. The next station is Bergman. This is interchange station between Dubai Metro Red and Green lines. All passengers must leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. إلى إكسبو 2020.